في العراق، وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع الأمنية والجهود التي تبذلها إدارة كركوك في توفير الخدمات والارتقاء بالمستوى الأمني وتعزيز التآخي والترابط بين مكونات كركوك والدور البطولي لقوات البيشمركة في دفاعها عن مدينة كركوك. وأشار الشيخ أنور العاصي إلى أن زيارته تأتي لتأكيد رسالة الدعم والإسناد لمحافظ كركوك ومواطني كركوك ومساندة القوات الأمنية في حماية الكركوكيين، مؤكدا ثقته بقدرة إدارة كركوك في تخطي الأزمات والتحديات وجهودها المشهودة في حماية المواطنين دون أي تمييز. وثمن أمير قبيلة العبيد في العراق دور قوات البيشمركة في حماية كركوك ومنشأتها الحيوية وسلامة أهلها قائلا: إن التضحيات التي تقدم في سبيل كركوك هي شرف لنا ولها مكانتها ودورها في تعزيز تماسك المجتمع. من جهته أشاد محافظ كركوك بالدور الذي يلعبه الشيخ أنور العاصي في التواصل والتنسيق وتقديم الدعم بما يعزز لغة الحوار ويدعم التواصل ووحدة الصف الكركوكي في مجابهة الإرهاب وإفشال خططه. أزالت فرق البلدية في مدينة كركوك اليوم نصب السيوف